مواصلة لعملياتها النوعية الموجهة أساسا لتطهير المحيط العام للمدن من كل التصرفات السلبية، بدرت المصالح المختصة بأمن ولاية ميلا بعملية واسعة النطاق للقضاء على الحظائر ومواقف السيارات غير المرخصة بالمدينة طبقا للمنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 من نوفمبر سنة 2012 الصادر عن وزارة الداخلية المتعلق بتنظيم نشاط حراسة حظائر السيارات بمقابل واستغلال حقوق التوقف على المستوى البلدي، حيث تم التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بتوقيف 16 شخصا مستغلا لحظائر السيارات، منهم اثنان فقط يحوزان على ترخيص من المصالح المختصة. يجدر التنويه أن شروط استغلال الحظائر تتحدد فيما يلي: بطاقة تعريف لصدارها أثناء ممارسة المهام، قرار بلدي يرخص ممارسة نشاط حراسة حظائر السيارات بمقابل مالي، مقرر تخصيص مساحة التوقف المخصصة لممارسة النشاط، صدرية وشارة يدوية يجب ارتداؤهما أثناء ممارسة المهام حتى يسهل التعرف عليهم. هذا وتراهن مصالح الأمن الوطني على دور المواطن في التبليغ عن كل شخص لا يحوز على أي من هذه الشروط ويتقدم لطلب حقوق التوقف أو يستغل مساحة دون ترخيص لموقف السيارات، وذلك عن طريق الاتصال عبر الرقم الأخضر 15-48 أو رقم النجدة 17 أو استعمال تطبيق ألو الشرطة من أجل التدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.